الإمام البخاري أجله وأحترمه كعالم، ولكنه بشر ليس بمعصوم، ليس بمقدس، كتابه ليس معطى سماوي ككتاب الله الكريم. يقول البعض أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب البخاري، وهذا ظلم وافتراء على الله سبحانه وتعالى. البخاري بشر اجتهد فأصاب، ابتدأ بجمع الأحاديث وهو عنده 16 سنة، وانتهى وهو عنده 38 سنة، لم يكن عربيا بل هو من بلاد أقرب إلى بلاد الهند. له ما له وعليه ما عليه، لا نقدسه، لأن المعصوم في الإسلام واحد فقط، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال يا سيد الفاضل، حينما أرى الإمام البخاري كقيمة وقامة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على يد لبيد بن الأعصم، تم سحره على يد لبيد بن الأعصم، وكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يعني يتهيأله أنه بيعمل حاجة وهو ما بيعملهاش، وكمان كان يخيل إليه كما روى البخاري عن السيدة عائشة أنها قالت وكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهم. طيب، هذا الحديث إن أنا سلمت به كمسلم سأعطي فرصة للملحدين ولغير المسلمين أن يطعنوا في صحة الوحي، لأن طالما النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحور وبيخيل له يبقى كان بيعمل حاجات بقى مش واعي عنها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك ومعصوم عن ذلك، وهذا الحديث يخالف القرآن الكريم. القرآن الكريم بيقول إيه؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يبقى من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور، أن يقوم بالسحر أو أن الناس قد سحروا له، فهو ظالم يفتري على الله سبحانه وتعالى. ثانيا، حينما أفتح كتاب البخاري في القرن 21 وأجد حديث يقول أن قرد وقردة قد قام بجريمة الزنا فتم رجمهم من قبل القرود، الحديث موجود في صحيح البخاري عن ابن مهران بن ميمون، هل يعقل أن قرد هو عند القرود فيه جريمة زنا؟ هو القرود بتوثق الزواج عشان يعرف مين القرد فلانة متجوزة القرد فلان؟ ثالثا، حديث رضاع الكبير، يعني لما السيدة عائشة تقول في صحيح مسلم والبخاري والموطأ في مالك في رضاع الكبير، لما تقول لها السيدة أم سلمة، تقول لها زينب بنت أم سلمة، تقول لها كان بيدخل عليك الأبقع فابقي أرضعيه، فقالت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حذيفة لما كان بيخش عليها سالم أرضعيه، حديث رضاع الكبير اللي هو يعني فضيحة للإسلام وللمسلمين. فقامت السيدة عائشة بقت تنصح أختها وأخواتها وأبناء أخواتها حتى يكون محرما عليك يعني. لا ده لا يا أستاذ وائل، ده مش رضاع للأطفال، ده حضرتك مثلا هتيجي عند والدتي وأنا مش موجود ومفيش محرم في البيت، فوالدتي ترضعك من ثديها حتى تدخل عليها، وده نص الحديث، نص الحديث موجود كده في الموطأ ومسلم. هذه الكتب كتب بشرية بذلوا جهدا في جمع هذه الأحاديث، ما لنا لننقيها ونغربلها بدلا من أن يسخر الناس منا ويضحكوا علينا ويقولوا يعني. طيب، تتخيل حضرتك ما رأيك في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار أكثر من مرة؟ إيه رأي حضرتك؟ حكمه إيه؟ البخاري يقول في كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة فتور الوحي، لما جبريل بطل يجيله 6 شهور فترة فتور الوحي، كان يصعد إلى قمم الجبال وكاد أن يتردى أكثر من مرة لولا أن جبريل منعه. طب نصدق ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأحاديث أليست موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب التراث؟ ناهيك عن الإرهاب المتفشي في منطقة الشرق الأوسط، بعض الناس يقول لك دي مؤامرة على الإسلام، الأمريكا مجندة داعش والإخوان والسلفيين وجيش مش عارف إيه لا، التراث الديني يا أستاذ، هو يزيد بن معاوية لما قطع رأس الإمام الحسين وعلقها على الخوازيق وسبى نساء آل البيت، والوليد بن عبد الملك لما قذف الكعبة بالمنجنيق اللي هي المدفعية وأحرقها وعلق جثة عبد الله بن الزبير بن العوام ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق 3 أيام في جوف الكعبة، وفي موقعة الحرة لما أحرقت المدينة وأحرق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واغتصبت نساء الأنصار في الشوارع، كل ده كان تحت رعاية مين؟ باسم ما يطلق عليه الخلافة الإسلامية.
وكانوا مستندين الى بعض هذه. ثانيا بقى واخيرا بقى عشان اقول البخاري ومسلم وغيرهم من العلماء اتوا بعد وفاه او بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى بقرنين من الزمان. البعض بيقول ايه؟ ما هو احنا لو شككنا في البخاري ومسلم يبقى بنشكك في الصلاه والصوم والحج والزكاه. هو احنا عرفنا الشعائر دي اللي في البخاري ومسلم؟ اقول لك طيب، هم المسلمين الاوائل قعدوا قرنين من الزمان يصلوا ويصوموا ويحجوا من غير ما يجي الامام البخاري ولا الامام مسلم ولا غيره، لان دي اسمها السنه العمليه التي انتقلت بالتواتر. يعني ايه؟ يعني انا شفت ابويا بيصلي ازاي فبقلده في نفس الطقوس في الصلاه. فالصحابه كانوا بينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم السنه العمليه بالتواتر دون الحاجه الى كتابتها. والمفاجاه الاكبر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه وهم يكتبون، فقال ماذا تكتبون؟ قالوا نكتب عنك ما تقول. قال أكتاب غير كتاب الله؟ ثم أمرهم أن يأخذوه فيحرقوه، وقال لهم عليكم بكتاب الله فمحصوه ودققوه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول في القرآن إيه؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده احنا بطلنا نقول قال الله. تقعد مع واحد يقولك الشيخ فلان أفتالي، تروح امير المؤمنين ابو بكر افتلي اقتل النساء، مش عارف اللي هم الخليفه اللي في العراق دلوقتي، الشيخ فلان في جامع في حاره ايه افتلي ان الجيش كافر والشرطه كافره ويجوز قتلهم. فانا يا سيدي الفاضل خليني تنقيه